السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عاجل منذ قليل وفاة رئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام قذافي. أفادت قنوات موقع إخباري ليبي مساء أمس الجمعة وفاة الوهامي خالد رئيس جهاز الأمن الداخلي في عهد نظام معمر القذافي في العاصمة المصرية القاهرة أثر صراع مع المرض. التهامي خالد كان من أبرز الخيارات الأمنية لنظام معمر القذافي، واتهم بالتورط في وقائع تعذيب وجرائم وانتهاك حقوق الإنسان في حق من اعتبروا معارضين للنظام خلال فترة عمله رئيسا للجهاز الأمن الداخلي. وصدرت ضد تهامي خالد لائحة اتهام من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي طلبت مرار بضرورة تسليمه إليها، وأمرت الجنائية الدولية باعتقال التهامي محمد خالد في 24 أبريل 2017، وقالت إنه مشتبه فيه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لدوره في قمع معارضة أبان حكم معمر القذافي. وفي مايو 2018 طلبت المحكمة الجنائية الدولية جميع الدول بتعاون معها للقبض على المسؤول عن أمن نظام القذافي، فسط حالة من الحزن على جميع أسرته وكل من يعرف هذا الرجل التهامي خالد، وسط أحزان جميع الأسرة والملايين الليبيين، وحزن عليه الجميع. التهامي خالد رئيس جهاز الأمن الداخلي في عهد نظام معمر القذافي الذي توفي في العاصمة المصرية القاهرة أثر صراع مع المرض. وفاته أكد كل الجميع واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالحزن العميق على وفاة التهامي خالد وأحزان الجميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبوا الجميع الدعوات له بالرحمة، ولا يجوز إلا ترحم عليه. التهامي خالد وفاته أحزنت الجميع، وطلبوا أسرته الدعوات له الرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة على روحه. التهامي خالد الذي تولى جهاز الأمن الداخلي في عهد نظام معمر القذافي أحزن الجميع رئيسا للجهاز الأمن الداخلي. تهامي خالد كان من أبرز القيادات الأمنية للنظام معمر، واتهم بالتورط في وقائع تعذيب وجرائم انتهاك حقوق الإنسان. حزن عليه الجميع كل من يعرف هذا الرجل بطيبة قلبه وحسن تعاملته مع الجميع أسرته وكل من يعرفه. طلب له الدعوات له بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة. البقاء لله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.